شنو هي سر الاسبيرونس الاولاد بصراحه انتوما من داخل توا عشتوا فيها وتعرفوا فما ديسيبلين صعيبه ياسر ولا مدلين ولاد الاسبيرونس كما فماش ديسيبلين ما ننجحوش مدلين ديسيبلين مدلين اكيد يعني طلع في الاسبيرونس ديسيبلين في وقت هو ديجا طلع في الاسبيرونس مدلل انت العقاب شنو العقاب انت جي اكتر قلت اكتر جوار تو بي جيرو تار جيرو تار ضيع ما خدمش مليح لا مش ضيع مش ضيع تو بي كاش فلوس شنو تو بي كاش فلوس ما تلبسش نفس اللبسه دخلت ماخذ لونترينمون توصلك فلوس وناقصك كل شيء تخلص غادي وانت مس وغادي تشوي في الفلوس هي الحكايه برشا فلوس لا بعد تمشي تقول راني ناقص في البوست نسيت في البوست تمشي تقول راني ناقص يا خويا هاو كل شيء واضح راك جاي لابس مليون مش كصحابك راك جاي روتار راك جاي تحشمه لا البوا هذيك اهم حاجه شكون اكثر واحد ما يخوف الخطايا منكم ثلاثه لا انا الحمد لله ما تعديتش حتى بخطايا برا ولاو لي طول كل والله ما عندنا حتى خطايا ثلاثه ادم رجيبي هذاك بوكو ادم رجيبي شكون في الاسبيرونس الكل ياخذ ديما الخطايا ادم ديما ياخذ في الخطايا نتاع البوا با البوا تاع البوا ديما ياخذ الخطايا نتاعو ياخذوا له ثلاثه ابارتمونات في اللاك بالحق فنركب لا بالطالع لا تو شد الريق تبارك الله لا تو ان شاء الله الناس كل تو بالحق الديسيبلين هي اللي وصلتنا هكا الناس كل مريقلين الناس كل مرة جاني غالي شكون تو باش نسالكم على اصحابكم في الاسبيرونس ولا انتم شكون اكثر واحد في الاسبيرونس في زملائكم اللي يلعبوا معكم يكون عنده موهبه باش يطلع ممثل خاطر ماك تمثلوا ياسر في التيرالي طاح واللي يحب يجيب بلانتي واللي نتاع الخنيسي هذه نتاع الخنيسي ديما يطيح بالحق والله العظيم ديما يطيح تحيه خاصه للخنيسي ديما يطيح ضرب لي يعطيها حتى على الدار حتى على الدار يعطيها عادي